تتواصل الاستعدادات كما تشاهدون مشاهدينا على أصوات. سنبت لكم تفاصيل الكاملة حول هذه الاحتفالية الكبيرة المنتظرة اليوم بمدينة الدار البيضاء، خصوصا أن فريق الرجاء البيضاوي حقق انتصارات تاريخية في كأس العالم للأندية. لحظات قليلة على أصوات، تابعونا في هذه اللحظات، وسيكون جماهير غفيرة ستحج بمركب محمد الخامس كما تلاحظون. استعدادات متواصلة على قدم وساق، سواء حتى الجماهير هي كذلك تستعد في انتظار وصول فريق الرجاء البيضاوي الذي سيتقدم وسيصل هنا إلى مركب محمد الخامس عبر حافلة مكشوفة، وسيقوم بتحية الجماهير واستقبال هذه الجماهير العريضة التي أتت من مختلف المدن المغربية. وأيضا استعدادات السلطات الأمنية متواصلة كذلك للاحتفال، ولكي تمر هذه الاحتفالية في جو مناسب جدا، ولكي تضمن الدخول السلس للجماهير المغربية في يوم احتفالي كبير. ونترككم مع هذه الشعارات الجميلة لجمهور فريق الرجاء البيضاوي.